والان مشاهدينا ننتقل الى شركه اليوم وهي فقره بنستعرض فيها المستجدات الجوهريه لشتيها الشركات في الوطن العربي لا سيما في الاسواق محل تغطيه البرنامج وشركه اليوم هي ام جي اكس التي اطلقها مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمه في دولة الإمارات العربية المتحدة الشركة الجديدة التي ستتسم بالاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة زي ما شايفين قدام حضراتكم على الشاشة ستضم شركتين مؤسستين هما شركتين مبادلة للاستثمار وجي 42 وسيرأس مجلس إدارة شركة ام جي اكس الشيخ تحنون تحنون بن زيد النهيان فيما سيتولى خلدون خليفه المبارك منصب رئيس الرئيسي الرئيسي ويتكون أعضاء مجلس الإدارة من كل من جاسم محمد بعتوبة زعابي وبنج شاي وأحمد يحيى الإدريسي كما بستولى أحمد يحيى الإدريسي الذي يشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات المباشرة في شركة مبادلة منصب الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار الجديدة شركه ام جي اكس ستعمل وتركز على ثلاثه مجالات رئيسيه هي البنيه التحتيه للذكاء الاصطناعي بما في ذلك مراكز البيانات والتواصل واشباه المواصلات وهي بتشمل تصميم وتصنيع وحدات الذاكره والعمليات المنطقيه فضلا عن التقنيات والتطبيقات الاساسيه للذكاء الاصطناعي بما في ذلك نماذج الذكاء الاصطناعي والبرمجيات والبيانات وعلوم الحياه والريبورتات. من جانبه كشف الشيخ طحنون بن زايد النهيان اهداف الشركه الجديده مؤكدا انها ستساهم في تعزيز مكانه دوله الامارات كمركز استقطاب للمستثمرين ورواد الاعمال والموهوبين في مجال التكنولوجيا.